برنامج أمة العدل. أمتنا أمة خير وفضل، أرست للعالم مبادئ الفضل، حتى بلغت حضارتها أنحاء المعمورة، وصارت محاسنها في أهلها مشهورة. أمة العدل برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية بصحبة الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مع صورة أخرى من الصور المشرقة والمواقف المضيئة لعمر رضي الله عنه. مما يذكر في سيرة عمر وحرصه على العدل ما يذكر في موقف لعمر بن العاص وابنه محمد. نحن نعرف أن مصر فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الذي قد تولى فتحها عمرو بن العاص، فتحها وصار أميرا عليها من قبل عمر، ثم من قبل عثمان، ثم في أيام خلافة علي، ثم في أيام خلافة معاوية رضي الله عنه جميعا. ولما تولى حكم مصر كان عمرو بن العاص له الشأن والقدر الكبير، لأنها بلاد نائية عن أرض المسلمين، بينها وبين المدينة البحر. وكان في ذاك الوقت قد سكن عمرو بن العاص في منطقة يقال لها الفسطاط، بنى مدينة جعلها خلال عاصمة مصر سماها الفسطاط. الفسطاط اليوم عند جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني في وسط القاهرة تقريبا اليوم، لأن القاهرة لم تبنى إلا في المئة الرابعة، بناها المعز الفاطمي. فكان عمرو بن العاص له الشأن، له الشأن كاملا لا ينازعه في الرأي أحد. وكان أهل مصر القدامى قبل الإسلام هم القبط، ولذلك نرى أن مصر تسمى إجبت نسبة إليهم، لكنها لما دخلها الإسلام لا تعرف بعد ذلك إلا بمصر. وتعرفون يا إخواني يا أخواتي أنه أحيانا قد يكون من أبناء الخلفاء أو الملوك أو الأمراء من لا يعرف للناس قدرا ولا احتراما، بزلة شيطان، بهفوة من إنسان. المهم هذا الذي حصل، سابق محمد بن عمرو بن العاص رجلا من القبط كل على فرسه، فغلب القبطي محمدا، فغضب محمد بن عمرو بن العاص، أتسبقني وأنا ابن الأمير؟ أتسبقني وأنا العربي؟ أتسبقني وأنا الكريم؟ إحياء للعصبية الجاهلية التي يرفضها الإسلام. فضرب محمد القبطية، أتسبق ابن الأكرمين؟ هكذا يقول له محمد. أين يذهب القبطي؟ أيرفع شكواه إلى عمرو بن العاص؟ إنه ابنه، لن ينصفه، هكذا يرى القبطي. فانطلق هذا القبطي من مصر وهو غير مسلم الآن، انطلق إلى المدينة، تجاوز هذه الصحراء القاحلة، تجاوز هذا البحر، تجاوز الجزء الشرقي من البحر الأحمر، يريد أن يصل إلى أمير المؤمنين عمر، لأنه يعلم أن عمر هو إمام العدل في زمانه وقمة الإنصاف في أوانه، لا ينازعه في ذلك أحد، وهذه من مسؤولياته، هكذا عرفوا عن عمر. فلما أخبر القبطي عمر بالخبر أرسل رسولا إلى عمرو بن العاص أن اقدم علي أنت وابنك محمد. فلما قدم عمرو بن العاص وابنه محمد، الأمر عظيم الآن، قال عمر لعمرو بن العاص هذا ضربه ابنك. فأقر محمد بن عمرو وقال للقبطي اضرب محمدا. فكأن القبطي وجد في نفسه خلاص الآن أنصف، حقه أخذ له، انتهى الموضوع. لكن عند عمر لم ينتهي الموضوع، يريد أن يربي محمدا على احترام الناس وإنصافهم والعدل معهم، مسلمين كانوا أو كفارا لابد أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن ننصفهم. فقال اضرب ابن الأكرمين،
اضرب ابن الأكرمين، تتعالى على الناس بحسب أو تتكبر عليهم بنسب، إنما هو الخلق والأدب. ثم قال للقبطي اضرب عمرو بن العاص، اضرب الوالد الآن. فقال لا أضرب إلا من ضربني. ثم قال عمر أما والله يا عمرو لو أراد أن يضربك ما منعته، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هكذا عدل عمر رضي الله عنه مع المسلمين وغير المسلمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية برنامج أمة العدل للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.